أيضا النظر الاستراتيجي والرؤية الاستراتيجية نظرا لدورهم في بناء ونهضة الأوطان وتنمية وبناء المجتمعات، وكونهم ركيزة أساسية وأساسا لزيادة القوة الإنتاجية عالميا، أقيمت في مدينة اسطنبول التركية ندوة تحت عنوان أثر الشباب في مواجهة تحديات الأمة. أنتم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارهم. الندوة النهضوية عنيت بمبادئ بناء العقل الاستراتيجي للشباب المعاصر، ونظمها مركز الفكر الإسلامي والدراسات المعاصرة بالتعاون مع جمعية الصداقة والتعاون اليمنية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. الشباب كما يقول أحد الأئمة رحمهم الله، أنتم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبارهم. لذلك الشباب هم الدم الجديد في الأمة الذي سيحمل هذه الرسالة بعد ذهاب الجيل الذي قبلهم، فينبغي أن يكون هذا الشباب على أهبة الاستعداد لهذه الوظيفة العظيمة المنوطة به في نقل حضارة الأمة ودينها وثقافتها إلى الأجيال التي تليه. عرضت خلال الندوة عدة أوراق بحثية بعناوين متنوعة تدور جميعها في فلك الشباب المسلم والتحديات التي تواجههم، إضافة لأبحاث فكرية تهدف للارتقاء والنهوض الحضاري بالأمة، أبحاث ودراسات لم تكتف بتسليط الضوء على دور الشباب فحسب، بل اهتمت بالطرق والأساليب الناجعة في توجيه طاقاتهم واستثمارها. الحقيقة الندوة كتير مهمة وجاي بوقت كتير مهم. للأسف في عنا نحن بالمجتمع تبعنا تهميش للشباب ولدور الشباب رغم أهميته الكبيرة، ومثل هالندوات ضرورية لحتى تسلط الضوء على أهمية هالدور، مو بس بشكل نظري وإنما بشكل عملي. القصد من هيك دورات هي أو ندوات هو حدوث تفاعل بين الشباب وبين النخبة أو خلينا نقول الطبقة اللي عندها خبرة، لحتى نشوف شلون نقدر ندمج الشباب بالمجتمع وياخدوا دورهم ومنصبهم والشيء المتوقع منهم بالمجتمع بالشكل الحقيقي. والله هي فرصة عظيمة أنه يتمع هذه الكوكبة العظيمة من المشايخ والعلماء الذي فقط كنا نتربى على كتبهم وعلى ما نسمعه من القصص منهم من خلف الشاشات، اليوم أصبح واقعا أن نختلط بهم. يعتبر الشباب أساسا لأي عملية تغيير وتطوير وتقدم داخل المجتمعات، وهو ما تقوم به الدول المتقدمة التي يسعى بعضها لاستقطاب الشباب المبدع من كافة أصقاع العالم في الوقت الذي يهمل فيه البعض طاقات الشباب وربما يلغي دورهم كلياً.